وفي إطار جولة صباح جديد تنضم إلينا الزميلة هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية في العراق. أهلا بك هبة. اهلا بك وصباح الخير عليك وصباح الخير على مارينا، صباح الخير النور. اكيد على كل مشاهدي قناه القاهره الاخباريه. اذا هبه، حدثينا عن تفاصيل مشاركه الوفد النيابي العراقي اليوم في اجتماعات البرلمان العربي. كان من المفترض ان يشارك ليس فقط اعضاء وانما رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في هذا في هذه الاعمال، الجلسه التحضيريه التي ستقام في القاهره. هذه بس لاسباب لم يتم حضور مجلس النواب بسبب انه هنالك جلسات في مجلس النواب لاقرار الموازنه والتصويت على موازنه 2023 و24 و25. واليوم سيشارك عدد من الأعضاء مجلس النواب العراق في اللجان الأربعة التحضيرية للبرلمان الذي سوف ينعقد مثل ما أشرت إلى السبت في القاهرة للتحضير لأعمال هذه الجلسة. اليوم اللجنة الدائمة للبرلمان العربي هي لجنة في الشؤون الخارجية والسياسية وكذلك الأمن القومي واللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان وكذلك حتى اللجنة الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وإضافة إلى حتى اللجنة الفلسطينية. اليوم مصر هي دائما تحتضن الدول العربية وتحتضن العراق أيضا للمشاورة في الأمور السياسية والأمنية وكذلك حتى البرلمانية التشريعية. اليوم حتى نشاهد الكثير من الأمور في الحكومة المصرية هي تقريب وجهات النظر في أيضا في السلطات التشريعية وكذلك أيضا حل الأزمات التي تحصل. شهدنا في الآونة الأخيرة أزمة السودان التي كانت مصر لها دور كبير في هذا الموضوع، وأيضا القضية الفلسطينية، وأيضا إرجاع سوريا بواسطة كذلك بواسطة العراق ومصر وأيضا السعودية إلى حاضنتها العربية ولا مقعدها في جامعة الدول العربية. اليوم أيضا ستناقش أمس سوف يناقشون اللجان جملة من المواضيع المهمة في المنطقة وعدد من القوانين الاسترشادية والمشروعات الأولية التقارير وربما السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وربما أيضا هبة عفوا لمقاطعة، ولكن فيما يتعلق بتفاصيل مشروع الربط الكهربائي أيضا مع شبكة جنوب العراق الذي احتفلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي ببدء تنفيذ هذا المشروع في السعودية. لو هناك مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع. نعم، هناك كثير من هذا التفاصيل. الآن سوف يتم تدشين هذا الربط الكهربائي بين الدول الخليج وشبكة الجنوب والعراق بحضور الوزراء الطاقة بدول الخليج والعراق. هذا الاحتفال احتفت به الدول الخليج أمس في السعودية، لذلك قامت هذا الحفل في شرق السعودية. والآن هذا الحفل بدأ تنفيذ المشروع الربط الكهرباء، وهو المشروع الذي يعد والذي يهدف إلى تعزيز الأواصر التعاون بين البلدان الخليجية وفي بحضور مجلس التعاون الخليجي، والكويت كانت أيضا حاضرة في هذا الموضوع. والدول المجلس والعراق سوف يقومون في تقوية هذه الأواصر، ليست فقط في أواصر التعاون السياسي والأمني إنما حتى الاقتصادي. اليوم العراق يشهد طفرة نوعية من الاقتصاد عن طريق أنه تعزيز الشراكات في الدول الخليج وكذلك في الدول الشقيقة والصديقة. هذا الاجتماع كان اجتماع مهم جدا، حقق الكثير من الأمور. سوف يتم البدء به في 24 شهر في نهاية 2024. هذا الربط الذي سوف يكون هنالك أقامت عليه الدول الخليج والعراق دراسات كبيرة وكثيرة لإنجاح هذا المشروع، وأكدت المنفعة في هذا المشروع الذي يبتدأ من منفذ عرعر منفذ صحيح عرعر وضحت الصورة. بشكرك شكرا جزيلا زميلتي هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية. شكرا جزيلا لك وبعتذر منك عن ضيق الوقت. شكرا جزيلا لك.